السلام عليكم، كترتولي بس عليكم. رمضان مبارك سعيد بالصحة والسلامة والهنا باش تمنيتو يا ربي. اليوم ان شاء الله غنشارك معكم هاد الشوربة هادي ديال الخضرة، زوينة وصحية وزوينة على الصغار والكبار. كما كتشوفوا الشكل ديالها كيجي زوين. لا من عندي انا هنايا اختي جوج مطيشات، عندي هنايا جوج بصلات، عندي القرعه جوج بطاطات، عندي واحد طاسه ديال الخير ديال القرعه كورجيت، عندي هنا جوج خيزويات، عندي هنا جوج لفتات، وعندي هنا ليشو اولا المكور. هادشي انا اللي كنصايب في الصوبه ديالي. وعندي هنا الربيع. المهم انا الصوبه كنصايبها بلا عطريه، كتجي زوينه وصحيه باش نستافدوا حتى من المزايا والفيتامين ديال الخضره. ما كنصايبش معاها العطريه، كنصايب معاها بس القليل من الملح باش كطيب، وحتى كطيب عاد كنطحنها وكنزيد عليها شويه زيت العود كنسخنها وكنقدمها بصحه وراحه. نتمنى ان شاء الله الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم. من هذا المنبر كنشكر الناس اللي كيدعموني واللي كيساندوني، شكرا لكم على لي كومونتير اللي كتكتبوا لي وتخليوا ليا وكتحفزوني، وشكرا لكم بزاف. ونمشي دابا نطيب الخضيره ديالي ونشاركها معكم ان شاء الله ملي طيب، ونوريكم الشكل النهائي ديالها كيفاش كيجي. ها انتما دابا الصوبه ديالي طابت، نعاد غادي نزيد عليها زيت العود صافي، ونخليها بحال داك زيت العود بحال هكا غير كدفى، كنديروا منها المزايا ديالها كلها كنستافدوا منها. ودابا نخليها كتبرد شي شويه عاد نطحنها وبصحه والراحه. بعد ما ساليت الصوبه ديالي كما كتشوفوا معايا، ها هي الصوبه بصحه والراحه ورمضان مبارك، ندخل عليكم بالصحه والسلامه باش ما تمنيتو ان شاء الله ينال الاعجاب ديالكم هاد الفيديو يعجبكم ان شاء الله، ورمضان مبارك سعيد. الصوبة كتجي زوينة وسهلة وبسيطة، ما نطورش عليكم الفيديو، كنقول لكم رمضان مبارك سعيد.